vecino muy malo. Muy malo, muy إنهم malo. جيران سيئون. إنهم يستغلوننا لأنهم لا يملكون شيئا. الشيء الوحيد الذي يملكونه هنا هو فضلات القرد فوق تلك الصخور. الصيادون في مدينة الجزيرة الخضراء الخسيراس الساحلية جنوب إسبانيا غاضبون من جيرانهم البريطانيين في مستعمرة جبل طارق على الجانب الآخر من المضيق. البريطانيون يبحثون دائما عن المشاكل مع الصيادين. نحن بمثابة كبش الفداء. يلحقون بنا الأذى من أجل إثارة انتباه الحكومة الإسبانية. ما هو سبب كل هذا الغضب؟ الجواب يوجد على بعد حوالي 5 كيلومترات في الجانب الآخر من المضيق قبالة سواحل جبل طارق. فقبل أكثر من 300 سنة استولى البريطانيون على هذه الصخور للسيطرة على مدخل البحر المتوسط. ولكن هذه الأرض الصغيرة أصبحت الآن ملاذا آمنا للضرائب ونقطة نزاع أبدية. ماريا أوليفا كواراليس رئيسة جمعية الصيادين في الجزيرة الخضراء لا تستطيع هي الأخرى كبح غضبها. هنا في هذا الجزء قاموا بوضع الكتل الخرسانية. نعم هنا بالضبط. في أواخر شهر يوليو ألقت حكومة جبل طارق 70 كتلة خرسانية في البحر. التفسير الرسمي لذلك هو محاولة إنشاء شعاب اصطناعية لحماية المخزون السمكي في المضيق. ولكن ماريا لا تثق في ذلك، متهمة حكومة جبل طارق بتأجيج الوضع. يريدون أن ينزعوا منا هذا المضيق ويلحقون الأضرار بنا بجميع الأشكال. الآن قاموا بإلقاء الكتل الخرسانية في الماء لإنشاء قضبان الصلب حتى لا تتمكن قواربنا من الصيد هنا، وذلك لأن شبكات الصيد تبقى عالقة هنا ثم تتقطع. يمكن للمرء بالفعل الصيد في مكان آخر كما تقول ماريا، ولكن هذه المنطقة غنية بالأسماك بالمقارنة مع المناطق الأخرى. إذا لم يخرجوا هذه الكتل فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا، ولدينا أناس يستطيعون ذلك وهم مستعدون لمساعدتنا. لا أعرف إلى أين سنصل معهم، ولكنهم سرقوا منا هذه المنطقة التي كنا نصطاد فيها الأسماك طيلة حياتنا، ونحن نريد استرجاعها. نريد أن نعمل من جديد، فنحن أناس صادقون وبحاجة لإطعام عائلتنا. من الصعب تصديق أن كل هذه المتاعب بسبب هذه القطعة الصغيرة في البحر، ولكن في بلدية الجزيرة الخضراء يبدو أنها مشكلة كبيرة. عمدة المدينة يستقبل رئيس الشرطة الفيدرالية الإسبانية الذي جاء خصيصا لجمع المعلومات حول الوضع على أرض الواقع. لأن الأوضاع تأججت وحسب إسبانيا فإن الشرطة المحلية هي المسؤولة عن حماية المياه حول جبل طارق لأنها تنتمي حسب رأيها إلى إسبانيا. ولكن البريطانيين لهم رؤية مختلفة، فهم يعتبرون المياه الساحلية جزءا من أراضيهم. ولكن العمدة المحافظة لا يقتنع بذلك، وهو يرى أن النزاع حول المياه المحيطة بجبل طارق ليس سوى البداية. إنها آخر مستعمرة على الأراضي الأوروبية، ولا أحد يفهم لماذا لا تسترد إسبانيا هذا المكان الذي تملكه. يمكن بالطبع البحث عن حلول أخرى، ولكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو إعادة هذه المنطقة لإسبانيا. نظرا لأن البريطانيين يتسمون بالعناد فإنهم يقومون بممارسة الضغط على الآخر وإجباره على الاستسلام، ولكن إسبانيا لن تلين بسهولة. الأوضاع متوترة على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، وخاصة في أوقات الذروة يكثف حرس الحدود في كثير من الأحيان من المراقبة. وهو ما يتسبب في اختناق حركة المرور لعدة ساعات. الكثيرون يعتبرون ذلك مهزلة،
هذا أمر لا يطاق بالنسبة للإسبان الذين يتنقلون إلى هنا كل يوم من أجل العمل، فهذا يعني أن يوم عملنا يطول لساعتين إضافيتين، ولكن يبدو أن هذا لا يهم الحكومة في مدريد، أي أن يتعرض حوالي 7000 عامل متنقل لهذا الإجهاد، لا يهمهم ذلك. الانتظار مزعج، وبين الفينة والأخرى يفقد البعض أعصابهم. السخط على حكومتهم يزداد أيضا، فكثيرون هنا لا يتقبلون مطلب إعادة ضم جبل طارق إلى إسبانيا. يجب أن يبقى جبل طارق أرضا بريطانية وليست إسبانية. أعتقد أن إسبانيا تتمسك بهذه البقعة دون جدوى. لو كان جبل طارق جزءا من إسبانيا لكان يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية ولن توجد فرص عمل. لحسن حظنا أن الوضع ليس كذلك. عندما يعبر العمال المتنقلون الحدود أخيرا عليهم اجتياز مهبط الطائرات. مساحة جبل طارق لا تتعدى 7 كيلومترات مربعة، أي أصغر من حديقة نيويورك المركزية، أصغر مستعمرة ولكنها حصن منيع. حتى ثقوب الجدار الصخري تشهد على هذا النزاع. إنها جزء من شبكة أنفاق دفاعية كانت ملاذا لسكان جبل طارق قبل قرون. غال فرانسيس تيرون هي سليلة المدافعين القدماء، وبصفتها مرشدة سياحية فهي على دراية بتاريخ وحاضر النزاعات المتعلقة بموطنها. كانت هذه الأنفاق عماد الدفاع عن مضيق جبل طارق. هنا كانت تتمركز المدافع للحد من تقدم الأعداء عند رغبتهم في الاقتراب من المدينة. فكر كثيرون في غزو المدينة، فقد حصر جبل طارق 14 مرة، 4 مرات منها منذ أن أصبح الجبل تحت سلطة البريطانيين قبل أكثر من 300 عام. آخر وأطول حصار قام به الإسبان استمر مدة 3 سنوات ونصف وانتهى في عام 1783. روح المقاومة لدى غيل أشعلها الإسبان من خلال حصارهم لجبل طارق في العصر الحديث. ففي عام 1969 أطبق الدكتاتور الإسباني الفاشي فرانكو الحصار على جبل طارق ومنع عنه الماء والكهرباء لمدة 16 عاما. كنت محتجزة في جبل طارق طيلة فترة شبابي إلى أن فتحت الحدود للمرة على الأقل، أي أنني قضيت مرحلة شبابي كسجينة لدى فرانكو، لكن ذلك جعلنا هنا ننصهر ببعضنا البعض. هذه الخبرة هي تماماً ما يميز غيل وكثيرين هنا في جبل طارق، فلديهم هويتهم الخاصة المميزة حتى وإن كانت مليئة بالنزاعات. اليوم هو نزاع على صيد السمك، وغدا على استصلاح الأراضي. مرة أراد فريقنا لكرة القدم الانتساب إلى اتحاد كرة القدم الأوروبي، ولكن إسبانيا عارضت ذلك، وقبل عدة سنوات لم تعد السفن السياحية تصل إلينا، فقد قيل لهم إن كل سفينة ترسو في جبل طارق لن يسمح لها أن ترسو في إسبانيا. لكن هذه المرة هي الأسوأ منذ زمن بعيد حسب ما يقول كثيرون هنا، لكن لا يبدو أن هناك نية للخنوع، بل على العكس من ذلك. ماذا يقول الوزير الحاكم في المستعمرة؟ إنه غير متواجد هنا ولا أحد يريد الإدلاء بتصريح عن هذا الشأن. لقد استدعي على وجه السرعة إلى لندن للتباحث بالأزمة. إسبانيا تريد التفاوض مجددا حول سيادة جبل طارق، لكن الحكومة البريطانية متمسكة بمستعمرتها. إعادة جبل طارق إلى إسبانيا أمر غير وارد على الإطلاق، فالاعتزاز بالنفس كبير جدا، وكذلك شعور الاستياء من دول الجوار. في حال أن تقرر ضم جبل طارق إليهم فسيغادر السكان المحليون جميعهم، فالإسبان سيحولون حياتنا إلى جحيم، ومن ثم سيدمرون كل ما بنيناه.
الهوية البريطانية ليست متجذرة في نفوس سكان هنا فحسب، بل ويعتزون بإظهارها أيضا، وبخاصة في زمن كهذا. كل أسبوع يقوم ممثلون هواة من فرقة إعادة التشريع باستعراض لفتح بوابات المدينة. النزاع الحالي هو مجرد استراتيجية لغض النظر عن المشاكل التي تعاني منها إسبانيا. نعيش في جبل طارق منذ 309 سنوات على النمط البريطاني، ونريد أن نبقى كذلك طالما حيينا. جرى استفتاءان قاربت نسبة المؤيدين من المواطنين للنمط البريطاني نسبة 100%، ونحن لا نريد غير ذلك. نريد أن يتركونا وشأننا. بريطانيا والأمم المتحدة أعطينا الحق في تقرير مصيرنا، وهذا ما فعلناه. على إسبانيا أن تقبلنا كجار لها، وبالتحديد كجار بريطاني. من الأعلى يبدو مضيق جبل طارق مسالما، لا أثر لمشاعر العناد والاستفزاز والسخط. يبدو أن الخلاف بين القرود، بغض النظر عما يبدو عليه هذا الخلاف سخيفا للمراقب من الخارج، فإن الأمر يتعلق بالنسبة لأصحاب الشأن في تقرير مصيرهم في مساحة لا تتجاوز 7 كيلومترات. Oh,